بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 173. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عبر هذا البرنامج، ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن أحكام الحضانة، وذلك ببيان معناها وحكمتها ومن تجب له. فأما معناها، الحضانة مشتقة من الحضن وهو الجنب، لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه، والحاضنة هي المربية، هذا معناها لغة. وأما معناها شرعا فهي حفظ صغير ونحوه عما يضره، وتربيته بعمل مصالحه البدنية والمعنوية. والحكمة فيها ظاهرة، ذلك لأن الصغير ومن في حكمه ممن لا يعرف مصالحه كالمجنون والمعتوه، يحتاج إلى من يتولاه ويحافظ عليه بجلب منافعه ودفع المضار عنه وتربيته التربية السليمة. فقد جاءت شريعتنا بتشريع الحضانة لهؤلاء رحمة بهم ورعاية لشؤونهم وإحسانا إليهم، لأنهم لو تركوا لضاعوا وتضرروا. وديننا دين الرحمة والتكافل والمواساة، فهو ينهى عن إضاعتهم ويوجب كفالتهم، وهي حق للمحضون على قرابته، وحق للحاضن بتولي شؤون قريبه كسائر الولايات، وهي تجب للحاضنين على الترتيب، فلا حق بها الأم. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله: إذا افترق الزوجان ولهما ولد طفل أو معتوه، فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها، ذكرا كان الولد أو أنثى. وهو قول مالك وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحدا خالفهم، انتهى. فإذا تزوجت الأم انتقلت الحضانة منها إلى غيرها، وسقط حقها منها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه. فدل الحديث على أن الأم أحق بحضانة ولدها إذا طلقها أبوه وأراد انتزاعه منها، وأنها إذا تزوجت بعد ذلك سقط حقها من الحضانة. وتقديم الأم في حضانة ولدها لأنها أشفق عليه وأقرب إليه، ولا يشاركها في القرب إلا أبوه، وليس له مثل شفقتها، ولا يتولى الحضانة بنفسه، وإنما يدفعه إلى امرأته، وأمه أولى به من امرأة أبيه. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ريحها وفراشها وحجرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأم أصلح من الأب، لأنها أوثق بالصغير وأخبر بتغذيته وحمله وتنويمه وتنويله، وأصبر وأرحم به، فهي أقدر وأخبر وأصبر في هذا الموضع، فتعينت في حق الطفل غير المميز بالشرع، انتهى. ثم بعد سقوط حق الأم للحضانة تنتقل إلى أمهاتها جدات الطفل، القربى فالقربى، لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن وشفقتهن على المحضون، فهن أكمل من غيرهن في ذلك. ثم بعد الجدات اللاتي من قبل الأم تنتقل الحضانة إلى أبي الطفل، لأنه أصل النسب وأقرب من غيره وأكمل شفقة، فقدم على غيره. ثم بعد سقوط حق الأب من الحضانة تنتقل إلى أمهات الأب، أي الجدات من قبل الأب، القربى فالقربى، لأنهن يدلين بعصبة قريبة، وقدمن على الجد، لأن الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان، كما قدمت الأم على الأب.
ثم بعد سقوط حق الجدات من قبل الأب في الحضانة تنتقل إلى الجد من قبل الأب الأقرب فالأقرب، لأنه في معنى أب المحضون، فينزل منزلته. ثم بعد الجد تنتقل الحضانة إلى أمهات الجد القربى فالقربى، لأنهن يدلين بالجد ولما فيهن من وصف الولادة، فالمحضون بعض منهن. ثم بعد أمهات الجد تنتقل الحضانة إلى أخوات المحضون، لأنهن يدلين بأبويه أو بأحدهما، فتقدم الأخت لأبوين لقوة قرابتها ولتقدمها في الميراث. ثم الأخت لأم لأنها تدلي بالأمومة، والأم مقدمة على الأب. ثم الأخت لأب، وقيل الأولى تقديم الأخت لأب على الأخت لأم، لأن الولاية للأب وهي أقوى في الميراث، لأنها أقيمت فيه مقام الأخت لأبوين عند عدمها، وهذا وجيه. ثم بعد الأخوات تنتقل الحضانة إلى الخالات، لأن الخالات يدلين بالأم، ولما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم. وتقدم خالة لأبوين ثم خالة لأم ثم خالة لأب كالأخوات. ثم بعد الخالات تنتقل الحضانة إلى العمات، لأنهن يدلين بالأب وهو مؤخر عن الأم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العمة أحق من الخالة، وكذا نساء الأب أحق فيقدمن على نساء الأم، لأن الولاية للأب وكذا أقاربه. وإنما قدمت الأم على الأب لأنه لا يقوم مقامها هنا في مصلحة الطفل، وإنما قدم الشارع خالة بنت حمزة على عمتها صفية لأن صفية لم تطلب، وجعفر طلب نائبا عن خالتها فقضى لها به في غيبتها. وقال رحمه الله مجموع أصول الشريعة تقديم أقارب الأب على أقارب الأم، فمن قدمهن في الحضانة فقد خالف الأصول والشريعة، انتهى كلام. ثم بعد العمات تنتقل الحضانة إلى بنات الإخوة، ثم بعدهن تنتقل إلى بنات الأخوات، ثم بعد بنات الإخوة وبنات الأخوات تنتقل الحضانة إلى بنات الأعمام، ثم إلى بنات العمات، ثم بعدهن تنتقل الحضانة لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم. فإن كانت المحضونة أنثى اشترط كون الحاضن من محارمها، فإن لم يكن محرما لها سلمها إلى ثقة يختارها ويشرف عليها. أيها الإخوة المستمعون، نكتفي بهذا القدر، إلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.